لعبه من البرتغال من حلبة استوريل تنقوم بتجربة سيارة بورشا 718 كايمان جي تي اس المزودة بمحرك 4 لتر فلات 6 وفيكم تشوفوا على يميني اول جي تي اس تم اطلاقه بتاريخ شركة بورشا 904 كاريرا جي تي اس. وين احلى محل تجرب السياره؟ على الحلبة. فتفضلوا معنا لحتى نختبر قدراتها ونشوف التماسك، التسارع، الكبح وكل شيء بيختص بهالكايمان السريعه. والاحلى من هيك بتجي جير عادي. تجربتي للكايمان 718 جي تي اس بمحرك الجميل جدا فلات 6 4 لتر بقوة 395 حصان تقريبيا. والاحلى من هيك تجي جير عادي. واو اكيد عم تسمعوا صوت المحرك، احلى صوت محرك بالعالم فلات 6. بشو تتميز الكايمان جي تي اس 718 عن الكايمان العاديه؟ بتتميز عادة كل فئات الجي تي اس بيتميزوا بالتسويت، ومنشوفه على الشبك، منشوفه على المصابيح الأمامية والخلفية، على مشتت الهواء، العوادم، وكمان فينا نشوف فتحات الهواء السوداء على الجنب. أما من الداخل الكانترا طاغية وبإمكانك اختيارها بالكراسي الرياضية مثل اللي معي من ألياف الكربون، وعليها حرف الجي تي اس، وكمان الخياطة اللي بتميزها للسيارة وتعطيها طابع جميل جدا وبنفس الوقت رياضي. فإذا المحرك الموجود عليها للكايمان جي تي اس 718 هو فلات 6 4 لتر بقوة 395 حصان والعزم 420 نيوتن متر مع علبة غيارات يدوية من 6 سرعات. وأكيد هالمحرك شالوا عنه التوربو وخلوه بتنفس طبيعي. بيتسارع من 0 ل 100 من خلال 4 ثواني ونص. والسرعة القصوى 293 كيلومتر بالساعة. طيب المحرك منين جابوه؟ هذا المحرك تبع سيارة الـ 992، شالوا عنه التوربو، وسعوا أماكن البستونات واستخرجوا منه الطاقة وخلوه يوصل من 3 لتر لل 4 لتر. وأكيد عم بتلاحظوا الأداء الرهيب للكايمان 718 جي تي اس على الحلبة. وأداء كايمان الرهيب أكيد لأنه وضعية المحرك موجودة بالوسط مش مثل سيارات الـ 911 موجود بالخلف.
اكيد في عندك عدة اختيارات للمكابح وبامكانك تختار مكابح سيراميك بريك. وبتوفر عجلات بحجم 20 انش يلي هن عجلات 718 سبورت. رهيب رهيب رهيب، توزيع الوزن بشكل ما طبيعي، والتجاوب كان من ناحية دعسة البنزين، المحرك، الفرامل، وحتى المقود، شيء غريب. نحن عم نحكي كايمان، يعني ما عم نحكي 911، وهذا الشيء اللي خلى زبائن 911 ما تعجبهم فكرة إصدار سيارة كايمان لأول مرة، لأنه سيارة تعتبر أرخص والأداء يعتبر أقرب بكتير على سيارات 911.